فيهم انا شمالي انا اللضباطيين فيهم. شوف 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 صراحه جالس تضرب نادم يقول لك حساني صيفطك الشارع شالي بدا يخربقك. حنا شماليين شن صيفطوا بنادم ديريكت حنايا ونعيشوا معاه في الدار. تحيات وريسبكت من رابع في نو جو سوي دو غابا دوريجين ولكن ما كيودروش الناس غير كل شي واحد ودروه وكيقولوا دائما الرباطين كيودروا لان المغرب واحد راهي وحده ملك واحد الحمد لله حنا نصون دي فخيغ دي سوغ. وناس طيبون صراحة حتى إذا بغيت يدلوك على مكان تيعطيك وقت من جهة تيعطيك الوقت وتيديك حتى العين المكان. وسبق لي سبق لي أنه سولت واحد كانت عنده سيارة واقف قال لي يلا ركب أنا نوصلك فين المستشفى ديال مولاي عبد الله ديال الكونسير. وقلت له ألف تحية وألف شكر. إذن أهل الرباط أحبتنا أهل الرباط من كباقي المواطنين المغاربة ونتمنى لهم سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير. وكذلك لقناتنا الجديدة الإلكترونية 7ZTV.com. وهي صراحة كيقولوا الرباطيين ولكن كيقولوا الناس طوب وحجر. كاين ناس طيبين وما يبغيوش يبغيو لك الخير وكاين الناس اللي كيبغيو يضحكوا شويه بحال الدراري اللي يجون عاديه يتقبلوهم منا عاديه. لا صراحه طراش معايا واحد الطريفه انني سولت واحد السيد ودار راسو زيزون يعني بحال ما بغانيش نسولو صافي عاديه انا بقيت كنضحك تقبلتها بكل فرح عادي ماشي مشكل. وهذه مجرد اشاعه. انا بالنسبه ليا يعني بحكم انني ولد الرباط كنسمع هذه القضيه لانها متداوله وانما يعني كما تيقولوا ماشي كاع الناس بحال بحال ربما ان ربما تكون وقعت لشي شي شي واحد واحد النهار وبقات هكذاك بقات متداوله على اساس ان يعني السكان ديال الرباط كيتلفوا الناس. انا بصراحه انا ديجا يعني كيوقفوا كيوقفوا ناس يعني كيسولوني ربما ان ذاك البلاصه مثلا نقدر نكون عارفها نقدر ما نكونش عارفها. اذا كنت انني عارفها نقدر انني نعت ليه ما عارفهاش راه تنقول ليه ما عارفهاش اوتوماتيكمون ولكن ما نعاودش نقول ليه سير لواحد البلاصه ونتلفوا ولا هذه انا اوتوماتيكمون نشوف راسي انا ما قادرش نعت ليه يعني بالشكل الصحيح كنسد معاه. انا ماشي رباطي اولا انا نوض كازا. انا اصلا ما نتلفش يكون هاني زعما يكون على يقين والحمد لله قالك اللي عنده فمو ما يتلف. دابا هادشي فين بقات واخا عندك فمو تيتلفو لا كاين بعض منا دابا مثلا دابا تسول مثلا تقول ليه تقول لي الله يجزيك بخير بغيت نعرف مثلا وريني اش محمد الخامس ابسط حاجه يقول لك خويا زربان ما مساليش هو عارف هو فيه وتقول لك انا خويا ما مساليش ايوا شي علاش مرحبا انا مكناس هادي معروفة هادي بارتو هادي هادي بارتو هي قبالة الطاكسي قلنا له حنا جينا في الطاكسي قلنا له دينا البلاصة الفلانية قلنا له واش رباطي بعد حتى قالنا هو ماشي رباطي شلح عاد ركبنا معاه. شلفني رباطي أنايا كنت كنتفرج في الماتش ديال المغرب ومالي في تيران وسولنا واحد الرباطي على ربع أكدال لاكار بس عرفتي فين طلعنا رجعنا في الطاكسي أو شي طلبنا خريطة ديال الطريق.